لتحضير أرز مع الفطر والصويا صوص بدنا 2 كوب أرز بسمتي منقوع ومغسول جيداً، 3 كوب فطر فريش بده يكون مقطع، ومعلقتين كبار من الزيت النباتي. رح ننزل على الزيت النباتي معلقة كبيرة زيت سمسم، إذن إحنا بحاجة لنكهة خفيفة جداً. بصل مقطع جوليان، بصلة واحدة بكفي، ثوم مهروس حسب ما بدك، زنجبيل مبروش معلب أو طازج، بالإضافة إلى الماء المغلي عشان نفلفل الرز، ملح وفلفل فقط، ورح ننزل عليهم بودرة مرق دجاج. إذا عندك مرقة بيزبط وكتير بتساعدك، كتير مهم. بالنسبة للصوص اللي رح نعمله على الغاز، رح نستخدم ربع كوب من الصويا صوص اللي نستخدمها بالتشاينيز فود، عليهم كوب من المي ومعلقة صغيرة نشا، معناته إحنا رح نشده إشي بسيط فقط، معلقة صغيرة من الأويستر صوص اللي هي صلصة محار، في ما في انسيها، معلقتين كبار من السكر لنعادل درجة الملوحة والحموضة في الصوص، ثوم مهروس وزنجبيل مبروش وبصل أخضر لتقديم الطبق. طبقنا كتير زاكي وسهل وسريع. حتى هلأ أحد الزملاء بسألني اليوم أنا مش شايف لا جاج ولا لحمة ولا سمك، شو هالطبخة؟ هلأ بنشوف شو الطبخة مع بعض. إحنا موجودين معاكم إحنا موجودين معاكم بث مباشر على الفيسبوك من خلال صفحة مطبخ التلفزيون الأردني، صفحة متخصصة على الفيسبوك فقط للطبخ. أي شيء يعرض طبخ سواء معي أو مع غيري أو أيا كان بعالم الطبخ على شاشة التلفزيون الأردني موجود له صفحة، لحتى الستات ما يتغلبوا هم بيبحثوا عن الوصفات. زائد أنه كل النصائح المطبخية اللي بنحكيها خلال الهواء مباشرة، الزملاء بقسم السوشيال ميديا صراحة بقصوا لكم إياها هيك فيديو صغير لحتى يضل عندكم، فإن شاء الله بتكونوا دائما راضيين بالأول وبالآخر، يعني إحنا كل هذا الإشي عشانكم، وإن شاء الله بتكونوا مبسوطين معنا. هلأ إحنا قلنا زيت نباتي وزيت سمسم، سيسمي أويل اللي هو في منه أناني صغيرة للبيت، لا تضطر تشتري الأناني الكبيرة، شوي غالية بالثمانية وبالعشر دنانير، إحنا بنشتريها بالمطعم أو بالتلفزيون أيا كان، للي عنده سحب، اللي دايما عنده سحب، ولكن إحنا ما عندك في البيت سحب، بتشتري العلبة الصغيرة أم دينار وشوي، تمام؟ رح نجيب شوية زيت نباتي، بسم الله الرحمن الرحيم. مباشرة رح أنزل عليها تقريبا معلقتين كبار، رح أنزل عليها زيت السمسم معلقة كبيرة فقط. طبعا هو قوامه زيت السمسم ثقيل، خلي بالك، فبيعطي نكهة صح. هلأ وانت بتفلفلي بالرز رح تشمي ريحة قوية، ريحة طيبة كتير، هيك ريحة غريبة عجيبة مش قادرة ألاقي لها وصف، بس بصراحة كتير رح تكون طيبة. زيت سمسم، زيت نباتي، رح ننزل بصل جوليان، حط الكمية اللي انت بتحبي، هلا تربطي حالك بكمية او لا تلتزمي بكمية، انا ممكن احكيها اللي بتحبي. انا محمية طنجرة سلفا عشان اعمل تشويحة سريعة للبصل، وبهالوقت رح انزل عليه تكة من الملح، ملح الكسيح كرمال اخلي البصل يدبل بسرعة، ينزل سوائله بدون ما ياخذ لون، تمام. هلأ بدنا نروح على الفطر. الفطر أنا حطيت الاثنين صراحة، لأنه عندي البورتابل أو اللون البني اللي هو هذا رح يصبغ لي الأرز ويعمل على لون بني وكأني أنا حاطة بهار، ولكن نكهة الفطر لحالها بتكفي في الرز، فأنا ما رح أحط بهارات. فطر البورتابل لونه بني زاكي كتير، يختلف شوي طعمه عن الأبيض، عن نفسي بحب الأبيض ولكن الطبخة بدها البني. في ما في حط الأبيض، العلبة 80 قرش 90 قرش على العرض، في أحيان ببيعها بنص دينار دينار كبيرها. الفطر الأبيض أنا حطيته صراحة بدي ميكس الألوان، بدي ميكس النكهات، فأنا عم بحط ما بين اللون البني وما بين اللون الأبيض. هلأ إذا أنت شايفة فطر كمية، يعني الكمية للفطر بدها تكون مساوية لكمية الأرز أو أكثر شوي، يعني أنا حاطة 2 كوب رز مقابلهم بنحط 2 كوب فطر أو 3، حاطة نص كيلو رز ممكن تحط كيلو فطر، لأنه الفطر زيه زي الاسفنج بتلاقيه حيدبل حتنزل كميته وحيقل فما راح يبين، لذلك عشان أخذ كمية صح ونكهة صح بدي أزيده. عرفتوا ليش زدنا؟ هلأ هون أنا حطيت توم برضو ما راح أبالغ، زنجبيل مبروش طازج أو معلب، أيوه، وحنقليهم مع بعض مباشرة. أول ما أبلش أشم الروايح بلشت تطلع بنزل الفطر، زي ما حكيت لك فقط رح ندبله تدبيل فقط. قبل ما ننزل الرز والفطر بدنا ننزل البهارات اللي حكيناها،
بودرة مرق دجاج معلقة كبيرة أو مغلف واحد. أنا بحب الباودر، ما بحب القراص. القراص أو اللي هي ما بعرف شو بتسموها القطع، عادة ما بيكون فيها مواد حافظة، فابعدي عنها نوعا ما، دائما إلجأ إلى الباودر نصيحة. بالنسبة للي هي قلنا ملح وفلفل وبودرة مرق دجاج، هلأ هون أنا ما حطت لك بالوصفة كركم، ولكن لون الطبخ رح أورجيك إياه، لون الرز رح يروح ياخد لون من لون الفطر. نفسيا إذا حسيتي إنه اللون مزعج أو لون الرز غامق، الحل تكة كركم رح يخلي لون الطبخة أو لون الأرز معاكي يصير فاتح، شايفة؟ فاختياري إذا بدك تزيدي الكركم. هلأ بنحط ملح وفلفل. الملح بناء على إيش؟ بناء على عيار الرز. أنا حاطة هون 2 كوب مثلا، حاطة نص كيلو من الأرز البسمتي المغسول والمنقوع والمصفى، فهذا بده نص معلقة كبيرة من الملح. بزيدهم تكة خفيفة كرمال الفطر، الفطر فيه سوائل رح تنزل على الرز، فبالتالي رح يسحب من ملوحة الأرز، لذلك يحسب حساب الفطر إنه بده ملح. ورح ننزل شوية فلفل أسود إشي بسيط عشان ما يغير لي كتير من ألوان الأرز. هلأ نحمص البصل والثوم والزنجبيل، رح ننزل عليه الفطر. والفطر صراحة أحيانا أنا بزيده ليش؟ كرمال أخذ شوي من هاي الحشوة عشان التقديم، عشان يطلع طبقي صح. فهلأ بدنا نعمل تشويحة للفطر، نعمله شوي سوتيه، حتلاقي الفطر سحب كل السوائل الموجودة أو اللي هي الزيوت. سكري عليه الغطاء يشوفي شو بصير، بصير في عندك مي لأنه الفطر فيه نسبة سوائل، شايفة؟ أنا بس قم بشوحه. لا تنسي أنه رح ينطبخ مع الأرز، فإذا بدك إياه يضل مبين ما بتشوحيه كتير. بهالوقت رح ننزل الرز، رز بسمتي بسم الله الرحمن الرحيم، منقوع مغسول ومصفى. هلأ في ستات بيشتغلوا عن نظر عيار المي، وفي ستات يعني أنا شو ما يكون نوع الرز مستحيل مستحيل إني أحط له عيار، خلص عن نظر الواحد مع الخبرة بصير يعرف. ولكن بهاي الطبخة تحديدا عيار الرز بده يكون أقل شوي. ليه؟ الفطر فيه نسبة سوائل، مع الطبخ سوائل الفطر بتنزل، فبتزيد نسبة السائل بالطنجرة، معناته الرز رح يطلع مخبص. فدائما طبخات اللي فيها خضار مثل الفليفلة أو بندورة مثلا فطر، هذه كلها بتبخ سوائل، فخلي إيدك خفيفة بالمي. إذا فيها بطاطا نعم، يعني المخرجة معانا الحمد لله أنها شاطرة بالطبخ، فمظبوط إذا كان فيها بطاطا بنزيد المي، لأنه البطاطا فيها نشويات وكربوهيدرات وتحتاج إلى سائل حتى تستوي لدرجة استواء معينة، فرح تسحب من السائل بالتالي بيطلع معاك مرزز. فدائما حسب نوع الخضار المضاف للأرز بتضيفي أو بتنقصي بالمي. مشان هيك بتقول له طول عمري بطبخ بهالرز وطبختي ما أحلاها، بس أحط معاه خضار ما بعرف شو بصير، بطلع مخبص بطلع مرزز. هذا هو السبب، الخضار اللي موجودة. طبعا أرقام الاتصال والتواصل معنا ظهرت أمامكم بأسفل الشاشة وعم تظهر أمامكم مجددا. أهلا وسهلا فيكم، نحب نسمع صوتكم واتصالاتكم واستفساراتكم. وبنقول يعني دائما أولها خير وبركة، ونسينا نشيل يا تهاني شوي من الفطر عشان الديكور. صباح الخير يا تهاني. يسعد صباحك. كيفك؟ صباح الفل والياسمين. بدي أغلبك معي، أنا بعمل البيتزا. استني غلبيني، خليني أنا أغطي على الصوت. قولي يا تهاني، يا قولي قولي يا أمر. يسعدك يا رب. أنا معي بتسوي البيتزا تطلع معي رقيقة، ما يعني ما بتنفخ معي. الصوص البيتزا، صوص البيتزا. لا البيتزا العجينة نفسها، العجينة نفسها شو مالها؟ ما بتنفخ معي نهائيا، فبتضل معي رقيقة. وشو بتنصحيني أحط عليها، زيت زيتون ولا زيت عادي؟ ما بتنفش معاكي. أول إشي بسم الله الرحمن الرحيم، هلأ بجاوبك عشان إحنا ما نقطع حبل هيك الأفكار للمشاهدين. اللي رح يصير هون كالآتي، حطيت كوب ماي والصويا صوص أويستر صوص أو اللي هي صلصة المحار، تمام،
حط معلقة صغيرة بس نشا فقط، بالإضافة لثوم وزنجبيل. هيو ثوم وزنجبيل، بعد ما أحركهم منيح وأدوبهم بدي أطبخهم على الغاز، وزنجبيل ولا رح أحط أي نوع بهارات، ديري بالك رح نحركهم مع بعض، بعدين النشا يدوب رح نحطهم يطبخوا على الغاز. يا تهاني العجينة معاكي ما بتنفش، ممكن الخميرة ضاربة وممكن ما أعطيتيها الجو المناسب لحتى تخمر، وممكن كمان ما صبرتي عليها، فدائما كل هاي الأمور، وممكن كمان أنت نسبة السائل قليلة، فدائما العجائن للي ما بتزبط معها العجينة مش عيب الواحد يتعلم، العيب إنه ما يعرف. فالصح خدي لك مقدار معين، وصفة صحيحة تزبط معاكي. إحنا دائما بطلع على الهواء، بجوز أنتوا بتلاحظوا ما بستعمل غيرها، العجينة القطنية لجميع أنواع المعجنات. حطي هاشتاج على فيسبوك بتطلع لك، أو استعيني باليوتيوب ليوم جديد رح تشوفيها مقابلة. هلأ هون الرز شوفي لونه كيف صار، هذا اللون أخده من الفطر، كسرت اللون البني وخليته أفتح شوي بسبب وجود الكركم، فصار في عندي أنا حبة رز ملونة مش لونها أبيض، إذا أنا ماشية بنكهة ولون كمان حلو. تمام، هلأ هون أنا عم بحمص بالرز، إذا أنتم ملاحظين بهالوقت بعد ما أموره تمام رح أحط مي مغلية، مرقة دجاج، مرقة لحمة زي ما بتحبي، أنا حطيت بودرة مرق دجاج. صباح الخير يا أم طارق. صباح النور، كيفك يا أمي؟ اهلا هلا حبيبتي يا امي، اهلا هلا يا ستي، يسعدك ويطول عمرك ويبارك بايديك الحلوين، يخليكم يا رب، لك بالمثل يا رب ولكل الستات، الله يطول عمرك ان شاء الله. قولي يا امي. بدي تليفونك الشخصي اذا سمحتي. هلا بيعطوك اياه تحت الهواء. اهلا وسهلا و100 مرحبا ست الكل، نورتي. هلا هون انا قلنا او قالت الشيف انه ما بدنا نزيد المي عشان ما تطلع الطبخه خابصه، دائما حطي المي المغلي وحركة طنجرة شوي شوي. هلأ شو بصير؟ المية بتنزل، المواد بتاخد مكانها بالطنجرة، وأنا عم بحركها بهالشكل طلع معاي الرز. الرز مبين لازم المي تغمره، بس مش بالعيار اللي إحنا متعودين عليه دائما، الفطر بينزل سوائل بس كمان ما رح تطلع الطبخة معاي خابصة بهالشكل. شوفي بخليها تغلي كتير منيح وبعدين رح أنزل درجة الحرارة. هلأ الصوص اللي إحنا عملناه ضل بده نشا من الكسيح، بنصبح عليهم الله يعطيهم الصحة والعافية، يعني حتى البشار مثلا كنا نشتري أيام زمان بالوزن وما زال لليوم، بس أحيانا إذا كان قديم عند البياع ما يطقطق معانا بالطنجرة فكنا نتنكد. هلأ بصراحة منتجات كتيرة ومنتجات الكسيح واحدة منها، للأمانة يعني جودة عالية وبتاخديه كله بطقطق وما أحلاه، وفي منه للمايكروويف وإشي جاهز يعني ما شاء الله عنهم. هلأ هون أنا على البارد، إذا أنت ملاحظة ما قربتش على الغاز نهائيا، لما أدوب الأويستر صوص لأنها ثك شوي قوامها، وكمان أدوب النشا بروح فيها على الغاز لما تبلش تشد. فهذا نوع من أنواع أطباق الأرز المسعفة، نسوي شوية ستيك، بدك شوية رز، عندك عيال ما بيأكلوا إلا الرز، فبرضو كمان بتكون مسعفة بالبيت. شايفة النشا معاي داب على الآخر ما ضلش ولا نقطة، رح نروح بطنجرة. أيوة رح نروح على الطنجرة ونحطها بعدين على الغاز ونطبخهم لما يصير صوص ثيك عشان أنا أغمس فيه الرز. يا هاي هون شغلنا الغاز. وصباح الخير يا ناهدة. صباح الخير خالتي. أهلا وسهلا وميت مرحبا. كيف حالك؟ أهلا ست الكل، هلا حبيبتي. أنا والله حابة أني أحكي معاكي. تفضل بخصوص موضوع يعني غير عن الطبخ، يعني أنا حابة خالتي أحكي مع جلالة الملك. يلا بيعطوك الرقم وتحت الهواء بنتحدث إن شاء الله. أهلا وسهلا وميت مرحبا. تمام، هلأ بدنا نروح عند الصوص ونضل جنبه لأنه في عندي نشا، ما بدي كعكل مني النشا ويعمل جزيئات بأسفل الطنجرة، لازم أضل جنب طبختي أو جنب الصوص عشان تشوفي. هلأ أيام زمان كانت الحجية تقول إلحق يا بنت هدي النار على الطبخة، الرز بيخبص، هذا الحكي للحبة المتوسطة، الحبة الطويلة لازم يغلي يغلي غلو،
ياخذ الغلوه عشان كميه النشا فيه قليله، بعدين بهدي النار وبسكر، فانا راح استنى عليه. تمام، وهي هون عندي الصوص طبخته، وخلينا نشوف انا وياكم الرز اللي جاهز بالقوام الاخير. الرز الجاهز انا ما حطيت عليه كركم، وهون حطيت عليه كركم عشان بدي تشوفي اختلاف الالوان، عشان انت لما تطبقي الوصفه يكون عندك اللي هي النتيجتين وانت تقدري تميزي. هذا هو الرز بالفطر، هيك لونه بصراحه على يعني الاصلي، ما حطيت معاه اي نوع من انواع الفطر غير البورتابيلو البني، فلون الفطر نزل على الرز وصبغ. بدك هذا اللون راضيه فيه تمام، ما بدك هذا اللون فيك تحطي كركم زي الطنجره وتشوفي كيف لونه صار معي فاتح، بس انا بفضل هيك صراحه عشان اميز طبختي عن غيرها من الطبخات. رز فيه نسبه تقريبا هدول 3 كاسات رز، كيلو فطر انا حاطه، ولا حبه رز مرززه ولا حبه رز ملزقه بالثانيه، والسبب اني ضبطت عيار السائل او اللي هو المي. شايفين هذا الغلو؟ لما تشعري انها صارت تغلي كثير كثير، هلا رح نهدي الغاز واتركيه، ما عليك منه، لحاله من حاله بستوي حاله. البسمتي يعني سهل صار، وحسيتي انه المي كثيره للاسف نسيتي وزودتي المي عليه، حسيت انه طري ومخبص. بنكب ما بنكب، بتجيبي صدر كبير وبتحطي فيه، بتسكبي فيه الرز وبتضلك تهزهزي فيه، الهواء بحرارة المكان بشف حبة الرز، فحبة الرز بتشد وبتصير كل واحدة لحالها قدر المستطاع وبيبطل مخبص. رح نطلع فاصل، بعد الفاصل بتكون صلصة الصويا صوص جاهزة، وبنكون احنا كمان جهزنا لسكب رز مع الفطر بصلصة الصويا صوص، ان شاء الله رح تعجبكم بالشكل النهائي. فاصل ورجعين، خليكم معنا. اخترت اني اقدمها بهالطريقه لحتى انا اميزها عن غيرها من انواع اطباق الارز المحضره في مطبخنا الشرقي او حتى في مطابخنا ببلدنا الحبيب، لانه عاده احنا كسيدات او حتى العرب بشكل عام على فكره مش بس بالاردن، انا لمست شغله بانه ما بنحب الاشي الجديد، ما بنستقبله برحابه صدر، ما بتحس انه احنا عندنا الجراه كسيدات منازل، بدي اجرب، خليني احاول، فنوعا ما بتحسي انه احنا بعيدين هذا كل البعد عن هاي الامور. لذلك انا مع انه الواحد يجرب، ولكن دائما بقول عشان بتخافي، لانه احنا ذوقنا مو سهل، اكلاتنا طيبه وما بيعجبنا اي شيء، لذلك انا مع انه الست تجرب دائما على قدها، عشان اذا ما عجبها النتيجه هي لحالها تاكل الصحن اذا كان يعني كاسه رز بكفي بهالوقت. الصوص تبع او صلصه الصويا صوص رح اورجيك اياها، ما شديتها انا، يعني هي مو صوص بشاميل لحتى انا اشدها كثير تكون كثيفه، انا بدي اشتغل على موضوع صلصه دب او تغميسه للارز، رح اختار صحوني كمان تكون مناسبه لهالشيء، فبدي اورجيكي قوامها، يعني هو زي قوام السحلب تقريبا، بيكون ثيك بس برضه كمان سائل، شايفه؟ هالطريقة، وبنخليها جانبية، وهاي بتتغمس مع الرز، يعني هي مع الأرز هالشكل. ننظف صحوننا للتقديم، وفينا كمان إحنا نستخدم جزء من هالصلصة لحتى نحطها على الأرز مسبقا، بصير خليني أحط لك جزء منها. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قالب الكيك اليوم بس على طريقة مطبخنا هالشكل،
دائما يفضل انك تخليها جانبيه لحتى كل واحد ياكل على ذوقه وزي ما بده وزي ما بحب، وكمان بدون مغالاه او مزايده بالنكهات، وهيك بكون طبقنا جهز بالشكل النهائي وبكون جاهز كمان للتقديم ان شاء الله تعالى.